بهالشوبات الناس بتحب مرات تقعد في البيت، ولكن درجة حرارة البيت بتكون عالية كتير. اليوم سميرة كيلاني معاها حلول كيف نبرد بيتنا بموجات الحر الحارة جدا. صباح الخير سميرة. صباح الورد. أهلين. يعني زهينا نحن هذا الشوب، واليوم في ارتفاع شوي على درجات الحرارة. صحيح، هلا شوي احنا بوردنا بهالكم يوم كان بتكون باردة بالليل، بس لا رح ترجع تطلع درجة الحرارة. أول إشي كل عام وإنتي بخير. إنت بخير. كيف كان العيد معك؟ والله الحمد لله تمام، الحمد لله. إن شاء الله ينعاد على الكل بالصحة والسلام يا رب. يا رب. يسلموا على الغريبات، كتير زكية. هلا قبل عدلت طلعت نسرية. كتير زكية. صحة وعافية. مش بس إنتي اللي عندك فكرة. أنا كمان عندي يا فكرة. يا عم الكل عنده أفكار طبعاً. طب أعطينا أفكارك اليوم يا سميرة، كيف نقدر نبرد البيت بأقل تكلفة ممكنة؟ مظبوط. هلا طبعاً مش كل البيوت فيها كونديشنات، يعني هو الكونديشن هو الحل الأمثل بهذا الطقس، بس لو نتذكر زمان ايام حتى البيوت التقليديه كانت يعني مبنيه بطريقه انها تفوت الهواء البارد، يعني كان في كونديشنات ربانيه خلينا نقول. صحيح. هلا لانه العمار صار عم بتغير التكنيك تبعه، وعم بيكون في حجر وبيكون في البيوت كثير قريبه على بعض، فالبيوت عم بتصير كثير اشوب. هلا طبعا مش الكل زي ما قلت عنده كونديشن، رح نعطي حلول بسيطه من البيت كيف احنا نبرد البيت. حلو. بطرق بسيطه. في بس هيك بوست قريته بضحك على الفيسبوك، بقول لك بالوقت اللي انت قاعد فيه مسترخي تحت الكونديشن ومبورد، في واحد بشركه الكهرباء قاعد بيطرز لك عليك. الفاتوره فبس تيجي الفاتوره بنحس بالكارثه. هلا من اهم الشغلات اللي بدنا نحكيها انه الشبابيك بتفوت 30% من الحراره، الازاز. الازاز بالضبط. فاحنا ممكن نفتح الشبابيك، طبعا اذا عليه شباك بالليل افتحوا الشبابيك بالليل، خلوا الهواء البارد يفوت، بمجرد ما تطلع الشمس سكروا الشبابيك. هلا رح يقولوا لي رح ننخنق، بس انتوا فعليا هيك عم بتفوتوا حراره الشمس لجوا، يعني 30% من الحراره بتفوت من الشبابيك، فسكروا الشبابيك، حتى سكروا البرادي، في ناس بسكروا الاباجورات، بضل جو البيت بارد، يعني انت فوتتي هواء بارد بالليل فبتحافظ عليه خلال النهار. طبعا بنعمل منفس اكيد، يعني مش بدنا نخنق حالنا، بس كثير ناس يعني بيقولوا عم بجربوا هاي الطريقه وكثير عم تزبط معهم، يعني انه يسكروا. بتعرفي كمان سميره بالوقت الظهر مثلا اذا كان الاتجاه جنوبي الشمس جاي، اذا حسيتي الازاز بتحسيه زي تدفئه حامي او بعد الظهر، فبهاي الوقت لما الشمس جاي على الازاز بعتقد لازم تسكري الاباجور او البرداي، لانه زي تدفئه حامي بيكون. اكيد كثير بفوت شوب فعلا. فاحنا لما نسكر جربوها كثير رح تحسوا انه البيت ابرد. اوكي. بالنسبه للبرادي كمان، هلا احنا طبعا عندنا يمكن هذا الشيء عم نعمله احنا بدون يعني تخطيط، بس احنا عم نخلي البرادي الخمال على الطرف، ومنخلي الفوال او القماش البارد او الفاتح بالنص. فهذه الطريقه برضو كثير منيحه، دائما نخلي البرادي تكون فاتحه بالصيف، وتكون برضو اذا بتقدر تكون لينن او شيء بارد، عشان برضو القماشات اللي كثير صناعيه كثير بتمتص الحراره، وبالتالي بتعكسها فبتخلي جو البيت كثير معبق. شغله كثير مهمه هاي كمان احنا بنعملها، بس في ناس بضلوا عشان ديكورات البيت فبيخلوا فيه سجاجيد صغيره، بيخلوا فيه الكوشنز على الكنبايات، هاي كلها الاشياء بتعمل غبره وبتلم غبره، فبالتالي الغبره هاي بتكتم جو البيت بزياده وعم تعملنا جو مضغوط. فطبعا قيموا كل شيء على الارض، اي شيء يعني كوشنز او اشياء يموها عشان برضو ما تعطيكم كثير شوب. هلا كمان المي طبعا هي احلى شيء ببورد بالعالم، اشطفوا البيت، يعني رشوا مي، خلوا يعني بتشوفوا مرات زمان حتى بالافلام يعني بيكون ماسك مي وقاعد بيرجيها ميه تدي لك طراوه. ايوه بالضبط. فالمي كثير بتبرد، فانتوا رشوا المي، اشطفوا البيت كل يوم، يعني خلوا البراد بيطلع من الارض كمان، فلما نبرد احنا من تحت من الارض قصدي من البلاط كثير ببرد كمان. صح. كمان في شغله كثير مهمه انه الست البيت تقوم تبلش شغلها بكير، يعني انت لما تقوم الساعه 12 بتكون عز دين الظهر وانت بهاي الحاله اصلا ما فيكي حال تتحركي، فقوموا بكير اكسبوا النهار من اوله، لما تكون براد انت بتكوني انشط، ما بتلاقي الساعه صارت 9:30 10 ولا انت مخلصه كل شغلك، وبالتالي انت ساعتها بتنامي بتتمددي بتعمل اللي بدك اياه، فقوموا خلصوا شغلكم بكير كثير احسن. هلا مروحه السقف كثير عمليه اكثر من المروحه الستاند الجانبي. اول شيء هي بتوفر علينا مكان مساحه، ثاني شيء ابرد. طبعا تكون حجم المروحه متناسب مع حجم الغرفه اللي احنا حاطينها فيها، يعني مش تكون مروحه صغيره على صالون كبير ما راح تزبط. هلا دائما بالصيف بيكون لها احيانا سمر مود او وينتر مود، فبالصيف بنخليها تلف عكس عقارب الساعه،
هلا هي بهاي الحاله عم بتلف عكس عقارب الساعه، بتكون عم تسحب الهواء السخن وبتنزل الهواء بارد، لانه دائما الهواء السخن بيطلع لفوق. فلما تكون عكس عقارب الساعه بتكون عم بتلم الهواء السخن من البيت وبترجع بتنزل الهواء البارد. كثير مهمه هاي الشغله انتبهوا لها، تكون تلف عكس عقارب الساعه بالصيف. بالصيف بالضبط. هلا المروحه العاديه، مش طبعا الكل مش ما بيقدر يعني مثلا يحط مروحه بالسقف، المروحه الستاند الصغيره ممكن نجيب ثلج او قنينتين هيك حلوين نعبيهم مي ونحطهم بالفريزر، بنحط المروحه وبنحط هدول الاناني قدام المروحه. اوكي. فهو بصير لما يطلع، لانه اصلا المروحه عم بتلف الهواء السخن اللي بالاوضه، فاحنا ما استفدنا كثير يعني. بالضبط. فبنحط مروحه عفوا قنينتين باردين، او بنحط مثلا صحن فيه ثلج بنبل. هل قد بيأثر بالله؟ كثير بصير الهواء يطلع، يعني بيجي قدامه هالسطح البارد وبيطلع هواء بارد بعدها. فبهاي الحاله احنا كثير عم في كمان كنت اسمع برضه ناس كانوا من النصائح يعني اللي بيحكوا فيها، انه حتى لو انت عندك كونديشن ومش مكفي يعني المكان اكبر، برضه بتقدري تحطي مروحه بالجهه المقابله للكونديشن، فالبرود اللي بتيجي المروحه بتيجي بتوزعها بمناطق صحيح مزبوط تانية. هيك بتزيدي كفاءه الكونديشن كمان. بالضبط صحيح. هلا كمان المهم الشراشف ومحل ما بننام، يعني الليل هو اللي عم بيكون كارثه، يمكن معظم المشاهدين بايدونا لانه ما عم نعرف ننام من الشوب كمان. فالشراشف كلها غيروها لاشياء تكون قطن وتكون اشياء بتمتص العرق، مش نايلون وبوليستر وهي الاشياء كثير كثير بتشوب، حتى ملابس النوم تكون دائما قطن. بعد القطن على فكره بالشوب. بالضبط القطن رائع جدا والله، وحتى بالبرد حتى بالشتاء لكل افضل من القطن طبعا. القطن يعني صيف شتاء صحيح على كل الاصعده هو القطن طبعا ما في بعده. كمان الاضاءه، خففوا الاضاءه، يعني هلا انا الاوضه اللي انا مو قاعده فيها يعني بطفي الضوء، حتى لو قاعدين مثلا احنا سهرانين نطفي الضوء ونخلي ضوء صغير مثلا سبوت لايتس مثلا او التيبل لامب الجانبي، اما الضوء القوي كثير بيعطي شوب بيعطي حراره، فطفوا الضوء وخلوكم قاعدين على ضوء يعني شوي خافت، فكتير اسهل عليكم وكمان بيخفف شوي من الحر. كمان في كمان شغله على يعني المستوى الشخصي كمان لازم برضو كثير نشرب مي، هاي كثير يعني احنا كثير بننسى نشرب مي، هاي مشكله كثير شائعه. حاولوا تلبسوا الوان فاتحه، دائما الفاتح بيعطي براد هيك وبربحه وكذا، فالالوان الفاتحه ما بيمتص اشعه الشمس. بالضبط، يعني الواحد اللي لابس إشي غامق وماشي بالشارع بتحسه زي الحمام الشمسي المتنقل اللي قاعد قاعد بسحب الحراره. فالالوان الفاتحه كثير احسن زي ما قلنا القطن. للصبايا بحب اوجه لهم نصيحه، ما تكتروا كثير ميك اب بالشوب لانه كثير رح تعرقوا فبكتم على وجهكم. كمان الاكسسوارات الحديد اللي بتكون كثير ثقيله، مثلا هون بتكون لابسه حلاق مثلا حديد، تكون طالعه مثلا مواصلات او كذا، فحاولوا مثلا تكون كل شيء بتلبسوه كثير بسيط وخفيف لانه كله بسحب بمتص الحراره. بمتص الحراره بالضبط. كمان الاكل، ما ناكل كثير مقلي، خلينا على السلطات وهالاشياء برضه كثير بتاثر يعني. بالنسبة للسيارة كمان خلينا نحكي على مستوى، حكينا على مستوى البيت، على المستوى الشخصي كمان نحكي بالنسبة للسيارات. قبل ما تطلعوا بالسيارة افتحوا الشبابيك شوي، خلوا الهواء يتغير قبل ما تمشوا بالسيارة. السيارة طبعا كتير فيها شغلات بلاستيك، ومثلا التابلو هاي الشغلات كلها فيها بلاستيك. احنا لما نطلع بالسيارة بتكون الأبخرة كتير عالية لأنه من الشوب، فكتير ممكن تكون مؤذية. افتحوا الشبابيك يعني لو خمس دقايق بعدين امشوا بالسيارة. القنينة المي اللي بتنسوها بالسيارة ما تشربوا منها أبدا، نرميها على طول أبدا، كتير مهم.